أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي الطقس العرب في الأردن. نهار اليوم سادت أجواء نوعا ما مستقرة لكن باردة نسبيا، انتشرت لكميات من الغبار بسبب رياح جنوبية غربية نشطت السرعة. خلال الساعات القادمة تبدأ المملكة تتأثر تدريجيا بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية. التوقعات الجوية لهذه الليلة في العاصمة عمان، يتوقع أن تكون هناك الفرصة مهيئة لهطول بعض زخات الأمطار على فترات 10 درجات مئوية، الملموسة 10، رطوبة مرتفعة حوالي 86%، والرياح تكون جنوبية غربية ناشطة السرعة. هذا بالآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة اليوم غد الأربعاء. نبدأ بالمنطقة الشمالية، زخات من الأمطار متوقعة على إربد 16 إلى 13، عجلون 12 إلى 12، جرس 16 إلى 13، والمفرق 16 إلى 11. المنطقة الوسطى أيضا تتأثر بالأجواء الماطرة والباردة، العاصمة عمان 12 إلى 11 طقس غالبا غائم مع زخات من الأمطار، الزرقاء 16 إلى 12، بلقاء 13 إلى 12، مأدبة 14 إلى 10، والبحر الميت 20 إلى 17. المنطقة الجنوبية أيضا تتأثر بالأجواء الماطرة، الكرك 11 إلى 8، طفيلة 11 إلى 8، الشبك 10 إلى 6، ومعان 14 إلى 8، والعقبة 21 إلى 13. المنطقة الشرقية فرصة لزخات من الأمطار، في الأزرق 18 إلى 11، طقس غائم في الصفاوي 16 إلى 9، ورويشد فرصة لزخات من الأمطار 16 إلى 8. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.